طبعا هو في العموم يعني دول الاتحاد الاوروبي يمكن عدا بريطانيا عندها نظره شويه مختلفه عن امريكا، انه تعتقد بامكانيه التعايش مع ايران، التعامل مع ايران، الوصول الى توافقات مع ايران في الملفات الاقليميه والدوليه، حتى في موضوع البرنامج النووي، انه الضمانات اللي كانت تقدمها ايران ولا تزال هي ضمانات مقبوله، وان تكون ايران جزء من اتفاق نووي هو افضل ان يكون هذا افضل من ان يكون هذا البرنامج خارج الاتفاق النووي، وبالتالي ما يضمنون ايش قد مستوى التخصيب اللي هم عندهم مخاوف قد يصل الى مستويات يؤدي الى تكوين او انشاء قنبله نوويه اذا ما صعد عبر 90%. الوضع مع امريكا وبريطانيا مختلف، انه هم لا ينظرون نظره عدائيه، وانه استحاله التعامل مع ايران باعتبار انه ايران عندها ثوابت تتعلق بمواجهه والتخلص من وجود هذا الكيان الغريب اللي اسمه الكيان الصهيوني واللي هو اغتصب اراضي عربيه مسلمه. من هذا المنطلق الرؤيتين مختلفة. إيران طبعا حاولت واجتهدت في دبلوماسيتها الخارجية أنه تنفرد مع الاتحاد الأوروبي، وأنه تحاول أن تقيم علاقات اقتصادية وتبادل تجاري ومعاهدات بهذا الخصوص، لكن تبقى بصراحة الهيمنة والسيطرة الأمريكية على الشركات. يعني نشوف إحنا الشركات يفترض شركات قطاع خاص، ما معناها ما مملوكة لدولة، لكن هذه الشركات حتى الأوروبية ما تمارس أي نشاط مع أي دولة إذا ما تأخذ ترخيص من دولها.